آية مأس. ما معكم حبيبتكم دهيا اللي تحبكم قد الدنيا. شوفوا إلى ما كنت غاية إن شاء الله بربي تكون ألف 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 غاية مور هذا الفيديو. اليوم راني شغل عندي شعام ما درتش فيديوهات، عندي شعام ما حكيتش معاكم، ما حكيت لكمش حياتي، ما وريت لكمش راهي صرا في حياتي. كنت باغي نقول ندير فيديو نوري لكم فيه ماكياج اللي راني دايره في اخر فتره، ومن بعد كي قلت لا ندير فيديو فكر بصوت عالي نحكي لهم حياتي، نحكي لهم صوالح على الشخصيه تاعي. يعني اليوم راح نديرهم للزوج، راح ندير لكم ماكياج اللي نديره في اخر فتره، وفي نفس الوقت راح نحكي لكم امور على شخصيه تاعي اللي هي تناقضات في الشخصيه تاعي اللي انا نفسي مانيش فاهمتهم. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. حاجه اخرى قبل ما نكملوا، 2020 راح قريب يدخل، ان شاء الله بربي يكون عام فار خير عليكم، و 2020 يكونوا خير من العوام اللي فاتوا ان شاء الله بربي. اي حاجه اخرى بمناسبه العام الجديد، هاد العقدة اللي درتها لكم في اخر فيديو بزاف بنات راهم كلاو منها، بزاف بنات كانوا فيهم فقر الدم، بنات ولادة حتى رجالهم يديروا لا كوموند منها اللي كانوا فيهم فقر الدم وكل شيء. الحمد لله تعالجوا من فقر الدم ودائما عيطوا لي وكونوا فرحانين وكل شيء. حبيت ندير لكم حاجة زيادة، شغل لكم شوفوا هاد البلارة هادي تلفت زوج كيلو، تلفت زوج كيلو. نهار الاول كنت درت لكم كيلو واحد، شو قلت لهم؟ قلت لهم شوفوا، قلت لهم بما انه البلارة كبيرة غادي يكون يديروا لكم كيلو غادي تجي هنايا، سما ممكن تحسبوا بلي راهم خاونينكم ولا شي حاجه، مالغري كون توزنيها في الميزان تلقاي بلي زياده على كيلو. قلت لهم يزيدوكم 300 غرام، 300 غرام يعني تقريبا نص كيلو زايدينها لكم ويخلوها لكم بنفس السعر. جيست منا ان شاء الله بربي للبدايه تاع العام الجديد، يعني هذا من البروموسيون هذه راهم دايرينها من الفيديو هذا، من النهار اللي راح نطلق فيه الفيديو هذا حتى للعام الجديد، يعني مر العام الجديد غادي عاودوا يرجعوا يديروا لكم كيلو بنفس السعر. فوالا شوفوا البنات اليوم راني دايره الروبله، يا راني دايره الروبله، مي هذه هي انا جاي انسانه كيما هكا. وحده من الصوالح اللي متناقضه في الشخصيه تاعي انه انا انسانه منظمه بزاف، كاين شي صوالح بايزم البيرو تاعي هذه نحبها تنحط هنا، سموها تنحط هنا ما تحركهاليش، شايف كيفاه. مي في حياتي الشخصيه تلقاني قاسيه تريكو منا، قاسيه سروال منا، كل الشوبره تاعي مربله ولا همي، ما عادي تماما شغل نحس بالراحه، عبالك كون الشوبره تاعي نشوفها مخمله شغل ديرونجا، نحس روحي مانيش اليز، نحس روحي مانيش مرتاحه. هذه وحده من التناقضات اللي في الشخصيه تاعي اللي راح نحكي لكم عليها اليوم ان شاء الله بربي في الفيديو، واللي راح نقول لكم تانيك علاش ما رانيش ندير بزاف فيديوهات. المهم نحبكم، تهلاو لي فرحكم، لا تنساش ديري لايك لهذا الفيديو، الا ما كنتيش مشتركه معنا اشتركي معنا باش يوصلك فيديوهات جديده ان شاء الله بربي، وتهلاو في روحكم ونحبكم بزاف، ودعوا لي ربي يوفقني وربي يجبر بخاطري. و شوفوا وحده من الصوالح اللي ما حبيتش نحكيها لكم انه انا راني ماشي من اليوم ولا البارح، عندي مده طويله راني نعاني من حاجه اسمها الاكتئاب، وهذه حال الاكتئاب ماهوش حاجه سهله. بسم الله بسم الله وعليك توكلنا يا ربي. قولوا لي واش رايكم في ستيل هذا تاع نجي نحط لكم طابله كيما هكا وندير ماكياج وكل شيء. المهم كيما تعرفوا دائما الحاجه الاولى اللي نبدا بها هي هذا السيروم، راني حكيت لكم عليه من قبل. هذا كي ديريه للوجه تاعك ما راحش يتحلبوا لك باللي راكي دايره ماكياج، صاي تقدري ديري كيما هكا، فوالا انا ندير كيما هكا ولا ديري في يديك، انا ندير ونكثر. هذا السيروم راه مديور خصيصا باش يعالجك البشره تاعك الا كان فيك حب الشباب، الا كنتي تعاني من بشره جافه ولا، هذا السيروم هايل بالبزاف. حاجه وحده اخرى ما كنتش نقرح فيها، شغل البنات قالوا لي باللي راه يطول لهم الشفار اللي عندهم شفار يطولهم، وحده قالت لي هي ما كانش عندي الخدود وفريمون ولاو عندي الخدود، باه ما نضمنلكش باللي هو يصنع لك خدود، مي قالوا لي اللي راهم يستعملوا فيه. البنات علقوا لنا شويه قولوا لنا البنات علقوا لي شويه تحت، قولوا لي كي شريتوا لي برودوي واش رايكم فيهم، احكوا لي شويه باسكو شغل انا كتعيطوا لي في التليفون تقولوا لي بلي دي هي فريمون البرودوي تاعك جا عليا وشباب ومليح وعجبني، بصح دي فوا كي دخل تعليقات ما لقاش بزاف. المهم واش راح ندير دركا؟ شوفوا كريم الاساس فونديشن فون دو تا اللي راني نديرها بزاف في اخر فتره هي هذه لانكوم. واو
علاش راني ندير شوفوا البنات راني ندير بهذا الباس وما نشدش بيوتي بلندر لانه نحسو شغل ما ديليش بزاف وقت با بارابور بيوتي بلندر ولا سبونج شو نقعد نطبطب ندير هذيك الطبطبه نعيش معاها نقعد بزاف وانا في حياتي اليوميه شغل انا مزروبه شغل ما نقدرش نقعد انايا نص ساعه وانا مع الماكياج الفو نكمل الماكياج تاعي ماكسيموم 20 دقيقه ونخرج شايفه كيفاه. المهم كنت نحكي لكم علاش انا مانيش ندير بزاف فيديوهات. شوفوا كي شغل ما عباكم ديكوفريت بلي ما بقيتش ندير ماكياج ونهضر راني مقبله سي فاهمكم علاش انا ما نديرش بزاف فيديوهات قلت روحي ما دوكا راح ندير الكونسيلر اونتي سيرم هذا هو راني حكيت لكم عليه في الفيديو اللي فات فريمون البري تاعه رخيص بزاف مي فريمون عجبني شغل عجبني بزاف. شو كنت نقول لكم كنت نحكي لكم علاش مانيش ندير فيديوهات بزاف. شوفوا البنات انا هيك شغل راح عندي يا ربي كيفاش نفهمكم شغل نورمالمون شوفوا دوك نفهمكم حاجه انا الشخصيه تاعي فيها دائما تناقضات شغل انا انسانه حشامه بزاف وامتو نجي هنايا وفي نفس الوقت نجي هنا وندير فيديوهات ونهضر مع الناس هذه حاجه الناس مش قادرين يتقبلوها كي شغل يقول لك الا انت كنتي حشامه كيفاش راكي ديري فيديوهات با انا كي راني ندير دوكا فيديو راني وحدي في الشومره هذه شايفين كيفاه الاستوديو هذا كي غير في غير انا وكون يدخل واحد زياده انا ما نقدرش نهضر شايفين كيفاه الا كنت ندير فيديو مش معناها انا ماشي حشامه ولا غاسله وجهي شغل شا دخل هذه في هذه فريمون شغل هذه ولات شغل مدخل البنات انا اليوتيوب دخلته لانه شغل انا كنت في مرحله تاع اكتئاب انا في حياتي كنت مر بمرحله تاع اكتئاب واكتئاب حاد بالبزاف جيت ندير لكم فيديوهات فكر بصوت عالي شارك معكم حياتي بارطاجي معكم كل صغيره وكبيره وهذه هي الحاجه اللي خلتني سبيسيال عندكم هذه هي شغل حاجه اللي خلتني مميزه عندكم من بعد كاينك شغل اي مزيان ما طاحش البورطابل مانيش عارفه علاه في كل فيديو لازم نطيح بورطابل دركا غادي فيكسي الميك اب تاعي بهذه البودغ هذه بالبودغ من اوريفلام مع بيسو داير كيما هكا كي شغل لاحظت انه شغل مانيش عارفه اسكو ماكم باش تتقبلوا الشخصيه تاعي اسكو راكم حابين يتبدل اسكو والله ماني فاهمك شغل هذا هو البروبليم عندي شغل علاش رغم الناس حابيني اني نبدل من الشخصيه تاعي هذه حاجه ما فهمتهاش شغل انا ما نقدش نبدل من الشخصيه تاعي الا كان انا نبدل شخصيتي على اليوتيوب نحبسه ديفينيتيف ما نكذبش عليكم شغل هذه حاجه اللي من اللي ولات خليني ما نديرش فيديوهات بزاف لانه الناس راهم يطلبوا مني اني نبدل من الشخصيه تاعي فاهمين كيفاه ويا ريت تحت تكتبوا لي في التعليقات تقولوا لي يعني واش رايكم في هذه النقطه راكم فاهمين يعني دخلت لكم راكم فاهمين يعني حاولوا انكم تحسوا بالحاجه اللي راني نحس فيها انه ما نقدش نبدل الشخصيه تاعي انا هي انا اللي بغيني بغيني كيما راني الغالب البنات هذه هي انا راكم شايفين كيفاه وكشغل هذه فريمون حاجه كجو اثرت فيا كشغل كشغل وليت ما نجيش بزاف اليوتيوب لاني نحس باللي الناس اللي راهم يتفرجوني كشغل مانيش عارف مانيش عارف ما تعجبكمش اسلوب تاع الهضره تاعي ولا واش راه صاري باغي نعرف واش راه صاري. المهم راني تبت تبت الماكياج تاعي دركا واش راح ندير راح نخدم حواجبي نخدم حواجبي وانا راني نحكي معكم حواجبي توجور نخدمهم بانسو يكون بلاطي كيما هذا بالك الكلمات اللي نستعملهم والله ماني عارفه مي شغل حاولوا تدافعوا شويه عليا قولوا لهم بلي حنا نبغوا دي هي نبغوا الشخصيه تاع دي هي قلي على قلبي وقلي على قلبي وقلي على قلبي ها كيف اخواتي. المهم هذه حاجه واحده اخرى انه علاش راني شغل ما نبانش بزاف في اليوتيوب لانه شغل انا راني نوجد لكم في بزاف صالح صح شغل عبالكم حاجه اللي بزاف ناس ما عبالهمش عليها انه الخدمه تاعي اقسم لكم بالله وربي راه شاهد كاين رجال بالنفوذ تاعهم بالدراهم تاعهم وما قدوش يخدموا الحاجه اللي راني نخدم فيها ماشي راني نجي نشكركم روحي ولا زعما زيد في القيمه تاعي ميسي لا فيريتي باش تكون انسانه بديتي من الزيرو ودخلتي في عالم تاع البزنس وراكي تخدمي بروديكس ودي برودوي كوزميتيك عبالكم انا كي نوقف في الاداره نقول لهم بلي نخدم بروديكس ودي برودوي كوزميتيك اقسم لك بالله ما يامنوني كون باش نبدلهم شي جوست كوميرس ما يامنونيش كشغل مانيش عارف كشغل تبالهم بلي صغيره بزاف كشغل تبالهم بلي باش الدومين تاعي والدومين تاعنا فغيمون حاجه واعره ماهيش حاجه سهله تلقاي فيها غير الهوان
شغل صغير فيهم صغير صغير فيهم بالك تلقاي في عمرها 45 عام وانا راني بنت البارح بارابور ليهم هما. الحواجب تاعي البنات شغل مانيش نعمرهم بزاف ولا شوفوا هاد الماكياج اللي راني نديره لكم ماشي ماكياج اللي تروحي به العرس ولا راني غير بارطاجي معاكم ماكياج اللي انا نديره في حياتي اليوميه اللي شغل نكون مقلقه ولا باغي نخرج نروح نديره. حاجه اخرى البنات سقساوني دي هي علاش صبغتي شعرك علاش صبغتي شعرك وعلاش قصيتيه صبغته عندها استوار تاعها وقصيته عندها استوار تاعها علاش صبغتو تعقلوا في لي فيديو تاعي واش كنت نقول لكم باللي الحاجه الوحيده اللي ما نديرهاش هي اني نصبغ شعري جامي جامي في حياتي ما خممت اني نصبغ شعري بصح شغل في حياتي الاخيره شغل عانيت ماشي صوالح امور شخصيه ما قدش نحكي عليها هنا ودي الامور الشخصيه ماهيش حاجه سهله شغل فريمون ماهيش حاجه سهله انا انسانه عانيت بزاف في حياتي ومازال راني نعاني في حياتي بزاف ناس ما عبالهمش بها مي فريمون شغل عانيت ومازال راني نعاني في حياتي. المهم علاش صبغت شعري لانه كشغل تانو انايا شعري نحبه بزاف حسيت انه راني وصلت لدرجه من حياتي انه اي حاجه عزيزه عليا لازم نثبت لنفسي اني اقوى من كل شيء اي حاجه عزيزه عليا قادره اني نتخلى عليها هذه عبالي بلي ماشي بزاف ناس يفهموها مي شغل عاقبت نفسي ولا بغيت نثبت لنفسي انه انا قويه لدرجه اني قادره نتخلى على اعز حاجه عندي اللي هي وحده منهم اني نصبغ شعري راكم شايفين كيفاه والله ماني عارفه لا تفهمتوها ولا لا مي فوالا هذه هي باسكو انا ديجا شعرتي عندي اللون تاعها شباب بزاف ونحبو بزاف عمري ما خممت اني نصبغ شعري مي وصلت لدرجه في الحياه حبيت نثبت لنفسي انه شغل قادره نتخلى على كل شيء انا نحكي لكم على شعري مي هي في الحياه عندي بزاف صراحه تخليت عليهم ماشي غير شعري برك بزاف صراحه تخليت عليهم المهم اخرى ملي سقسوني عليها بزاف وهي دي هي علاش ما ديريش بزاف ستوري ولا ديري بزاف في الانستغرام تحطي ستوري تاعك ولا شوفوا انا قلت لكم كل حاجه متناقضه تلقاوها فيا انا سيفري شوفوا انا انسانه اجتماعيه ما تامنوش عقلكم كي تكون هكا جماعه تاع عائله ولا لي زامي ولا ندخل وسطهم نضحك معاهم نزعق معاهم ندير روبلا نفرحوا مع بعض نفوتوها غايه مي في نفس الوقت هذه حاجه عندي حاجه كونترير تاعها تماما انه انا انسانه جايه وحدانيه نحب نحافظ على الخصوصيه تاعي عندي باريكزوم اماكن نروح لهم وحدي كاع الناس يروحوا لهم اون كوبل تروح لها مع راجلها ولا تروح مع لي زامي تاعها ولا تروح مع لا فامي انا نروح وحدي كاين برايس انا تبان لي نروح فيهم وحدي دائما جامي شافوني مع بنادم شتاني كشغل فوالا شغل انا هاد اليوتيوب انا نحبه نحب اني نشارك حياتي نشارك افكاري باسكو عبالي بلي كاين بزاف ناس كيما انا بصح شهوله في نفس الوقت نحب نحافظ على الخصوصيه تاعي انا ماني جاي هذاك البنادم اللي في كل دقيقه نحل الكاميرا نقول لكم ها وراني ها شاريني ناكل والله اقسم لكم بالله كون نحل الكاميرا ونقول لكم شاريني ناكل بيني وبين نفسي نقول مالك يدي هي تصوري لهم في ماكلك ها جيعانه انت تصوري لهم في ماكله مانيش عارف حاولوا نتوما تقنعوني اني نبدل هاد الصوالح اللي فيا شغل هادو صالح ممكن نبدلهم فيا هادو ماشي داخلين في الشخصيه تاعي شغل جيني عيب نصور لكم شاريني ناكل والله اقسم لكم بالله جيني عيب اني باغ اكزومبل مانيش عارف انا جايه دايره كيما هكا الله غالب نحشم انا انسانه حشامه فوالا شفتوا كي قلت لكم انا انسانه حشامه فوالا هادو وحده من الصوالح اللي نحشم منهم نحشم نديرهم شغل نقعد نقول علاه راني نصور لهم شاريني ناكل نقدر نصور لكم وراني رايحه ولا بصح شنو انا باه نصور لكم شاريني ناكل شاريني نلبس وراني مع مراني ما تدخليش راسي شغل مانيش عارفه على انا بنادم جاي داير كيما هكا سبحان الله شوفوا الشعر هنا تحت عينيه حواجبي ما نجي كاع شعر تحت حواجبي صح وهذا الماكياج اللي راني نديره لكم فريمون فوتو كوبي بالحرف الواحد على الماكياج اللي نديره في حياتي بعتوني الا شتي شعرها هاربه هاك ولا شعرها رايحه هاك ولا كش حاجه مشي في بلاصتها
ما تجيكش حاجه بيزار فريمون نورمال باسكو هذا هو المكياج اللي نديره في حياتي اليوميه. فوالا هذه هي الحمد لله. حاجه واحده اخرى، شوفوا كاين بزاف البنات يقولوا لي دي هي علاه ما راكيش تشاركي معنا المشاريع تاعك، المشاريع تاعك اللي راك ديريهم في حياتك وكل شيء. في الدومين تاعنا حنايا شغل سيرتو كيكونوا عليك العينين بزاف، يكونوا عليك العينين بزاف ما تقدش. بايزوم انا راني داخله في بروجي كيما دركا 2020 ان شاء الله بربي، راني داخله في تعاون مع مجموعه تاع ماركات، زائد اني راني درت لكم حاجه جديده، ماركه جديده، شايفين كيفاه. شوفوا هذا برونزر تاعي، عندي باليت هنايا فيها احسن الالوان، فيها الالوان المفضلين عندي اللي نحبهم بزاف. عماله وكاين هادي تاني، راكم تشوفوا شحال الالوان عندي. بصح شهواله كي يكون في حياتي اليوميه ونكون مقلقه والله ما نجبدهم، مالغري عندي ماكياج وكل شيء وعندي لي فاغ بوبي نحبهم بزاف، وهذو كوليكسيون تاعي زعما مي ما نجبدهمش. غير برونزور تاعي شغل ندير به عينيه، ندير به بزاف صوالح. واليوم راني جايه زعما نقول لكم شوفوني كذا، شوفوني جايه نبارطاجي معكم حياتي، هذه هي حياتي انا يعني، شايفين هذه هي حياتي، هذو هما المنتجات اللي نستعملهم يعني بكل بساطه. المهم واحدة من الأسئلة اللي طرحها عليا دي هي على ما تشاركيش معانا واش هما الصوالح اللي راكي حاب ديريهم حتى اللي ديريهم. شوفوا حنا في الدومين تاعنا كاين حاجة سموها سر المهنة، سر المهنة هذا سر المهنة شنو معناه؟ أنه ما تقدش أي حاجة تبغي ديرها تجي وتقول راني ندير فيها، تعرف علاه؟ باسكو كاين بزاف ناس يقدو يقلدوك، سما أنت راك تهدر مازال ما درتهاش يجي واحد آخر من موراك عندها إمكانية أكثر منك يديرها ويديرها خير منك كاع. زعما ماشي اي حاجه نبغي نديرها نجي نقول لكم فوالا فوالا شوفوا اش راني ندير، راكم شايفين كيفاه. سؤال واحد اخر هو دي هي علاش جامي تحكي لنا على راجلك؟ علاش جامي تحكي لنا على راجلك؟ شوفوا انا ماشي ما باش نحكي لكم عليه ولا، مي كي شغل راني نشوف بلي مازال الوقت المناسب اني نحكي لكم على حياتي الزوجيه، راكم شايفين كيفاه. شغل ما كان مازال راه الوقت المناسب باش نحكي لكم على حياتي الزوجيه. انا شوفوا وحده من الصوالح لي في شخصيتي انه انا انسانه شجاعه لاقصى درجه، عندي شجاعه بروحي انا نخلع في روحي من جبتها، اقسم لكم بالله الشجاعه اللي عندي بروحي انا مانيش عارفه من جاتني، بصح في نفس الوقت انا خوافه لواحد الدرجه ما تامنش عقلك، نموت نموت بالخوف. باغ اكزومبل الكاميرا، راكم تشوفوا هذه الكاميرا اللي قدامي نتوما تبان لكم حاجه نورمال، مي انا بور موا طاشا خاف منها. عبيكم هذا الفيديو اللي تبان لكم حاجه عاديه، انا ما نجي نديرها تنهيده تنقطع لي كشغل هضروا المغزل دي هي هضروا المغزل، الفيديو غادي يجي فيه نص ساعه ولا فايد، هضري وديري ماكياجك شغل تنهيضه تنقطع لي شافهمكم تاني شنو نحكي لكم. نبدا نرجف قلبي يبدا يخبط، هذه وحده من الصوالح الناس ما يفهموهاش فيا، الناس يحسبوا بلي حاجه سهله روح الكاميرا ودير فيديو صاي، مي فريمون والله ما حاجه سهله. سقسوا كاع اليوتيوبر لي في الاخر اكثريتهم عندهم هاد الحاجه، سيرتو انا ياك شغل انا فضحت عبالي بلي فضحت فيها، مي لا غالب شغل الانسان نخاف بزاف، نخاف بزاف والله، نخاف من صوالح اللي باك نتوما تبان لكم حاجه تافهه، مي انا عندي شغل حاجه كبيره شغل حاجه تخوف. عباكم بلي المكياج اللي نديرها في حياتي اليوميه خير من هذا المكياج 1000 فوا، خير من هذا المكياج 1000 خطره،
علاش؟ باسكو شو راه قاعده بني ستريس، راني يعني نحكي معكم في نفس الوقت راني ندير في المكياج، وانا جاي انسانه كالم. هذه حاجه واحده من الناس اللي ما يعرفوهاش عليا في حياتي، انه انا انسانه كالم، انسانه نحب الكالم بزاف. وكشغل الشخصيه تاعي كشغل تتناقض بزاف مع الصوالح اللي راه مع الخدمه تاعي، باسكو الخدمه تاعي ما لازمش تكون انسان كالم، لازم تكون انسان توجور هكا تهضر مع الناس، توجور اون كونتاكت مع الناس. انا سافري نحكي معاكم وكل شيء، بصح شغل عندك شغل عندي واحد الفترات نبغي يكون فيهم كالم. حاجه واحده اخرى اللي بالك ما حكيت لكمش عليها ونحشم نحكي عليها، ما ونحس كشغل ما حش الوقت المناسب باش نحكي عليها، انه انا نعاني من حاجه اسمها الاكتئاب. انا انسانه نعاني من الاكتئاب. عبالي تقولوا لي علاش دي هي تعاني من الاكتئاب، باسكو انا انسانه حساسه. بكل بساطه انا انسانه حساسه لاقصى درجه، حساسه بزاف. كشغل عبالكم دي فوا كي نبغي نرقد هكا في امان ربي، يعني هانيه الحمد لله، كاليه شاربه متغطيه خدامه، ما خصني والو، راني باغيه نرقد. امنوا قسم لكم بالله، والله ما يجيني رقد نبدا خمم في الناس اللي ما راهيش لاقيه واش تاكل، الناس اللي اليتامى اللي راهم عايشين في الزوقه. عبالكم انا كي نشوف هذوك في الانستغرام وفي الفيسبوك هذوك الناس اللي باتوا برا، هذوك الناس اللي بايزو يغتصبوهم، هذوك انا انسانه حساسه نبدا نخمم فيهم. شغل ما نقدرش نرقد، نبقى نخمم انا شنقد ندير باه نعاون هذوك الناس، مش عارفين كيفاه. شغل قلب ربي عطاني واحد القلب سنسيبل بزاف، شغل الله غالب راه داهم الناس بالتالي. ان شاء الله يا ربي هذا الماكياج يجي شباب في الكاميرا، باسكو هنا راه يبان شباب مي في الكاميرا الله اعلم. مهم كاين هاد الايلايتر، هايلايتر سموه كوين، فريمون شيته بون بري مي فريمون هايل، عجبني بزاف. نحكم بينسو يكون بلاطي كيما هكا، بينسو ونحط غير شويه هنا في البدايه تاع عينيه. ديري بصبعك، مكاش حاجه خير من انك ديري. واو راه هايل، مانيش عارفه لي بالكم شباب ولا لا، مي فريمون راه هايل. يعجبني ماكياج سامبل، نحب بزاف ماكياج سامبل. فوالا شوفوا هذه وحده من الصوالح اللي متناقضين في الشخصيه تاعي، انا نحب ماكياج سامبل مي في الوقت في نفس الوقت نحب ماكياج يكون سموكي. البنات شوفوا الا راكم حابين ندير لكم فيديو نحكي لكم سبيسيالمون كيجول فيديو خصيصا ل الصفات المتناقضه في الشخصيه تاعي، قولوا لي باسكو عبالكم انا اكثر انسانه متناقضه في الدنيا. شغل دائما فيها صوالح متناقضين ما يشبهوش بعضهم البعض، انا بروحي مانيش قادره نفهم روحي، انا مانيش قادره نفهم روحي، قلع قلبي. سي بون صالو اي بون يا دا شفتو كيفاش عامل هاد الهايلايت، فريمون حاجه شابه بزاف. والله ماني عارفه اسكو راهي بالكم غايه ولا لا، مي انا فريمون عجبني. دوكا واش راح ندير؟ شوفوا كم تشوفوا هاد كم تشوفوا هاد الماسكارا، شغل انا بسيت بزاف انواع الايلاينر، ايلاينر مي فريمون شغل ما لقيتش حاجه اللي تعجبني. كصغل سيد فلور ما ها على ديجا ها الايلاينر في يدي هنايا، هذا واش هذا ساره روز ولا مش عارف. سيد بزاف انواع، سيد جولد روز، سيد فلور مار، سيد شا كاع كاع اي حاجه عندك سميها سميها. مي في النهايه اش تلاقيت؟ لقيت واحد العفسه عجبتني بزاف، اني نحكم الماسكارا تاعي تكون الماسكارا المفضله تاعك، نحكم بينسو يكون شعره كيما هذا، وهاد البينسو شعره سي بيه ندير ايلاينر تاعي. وفريمون جي هايل شغل العفسه تعلمتها وطبقتها في حياتي ومهنيتني شغل منها اقتصاديه. عطيني الا كنتي تقري في الجامعه ولا ما عندكش بزاف دراهم تصرف فيهم على الماكياج ديريها. واش تاني نحكي لكم؟ فوالا قلت لكم باللي شغل اليوتيوب وليت
وليت نحس كشغل الناس راهم مقصين قلبهم شويه، مانيش عارفه علاه. كشغل بكري كنا نجون نضحكوا ونزعقوا، درك كاع الناس راهم يقعوا يقولوا لي ديري هادي ديري هادي ديري هادي، علاش ما كاينش ديري منا، علاش ما كاينش ديري منا. وانا انسانه ما نحبش اني نتقيد، انا انسانه نحب الحريه، ما نحبش واحد يقول لي ديري هادي وهادي. كشغل نحب يكون على شخصيتي، نحب يكون على طبيعتي، نجي ندير لكم هنا، نصور لكم في استديو، نصور لكم برا، نصور لكم في الدوش، ما يهمش وين نصور، البلاصه اللي نلقى فيها راح تصور فيها. كشغل انا هذه هي دي هي. وبشي بزاف ناس كشغل يتقبلوا حاجه كيما هذه، كاع الناس راهم يحوسوني دائما لازم نكون في استديو بروفيسيونيل، ونصور لهم مرايا خلفيه وخلفيه فيها الوان. نكمل الايلاينر تاعي وراني نعاود نولي لكم. سيبو راني كملت مع الايلاينر تاعي وراني درت شويه ماسكارا، دوكا راح ندير برونزر. شوفوا البنات، اسكو انا برك اللي فيا بزاف صوالح متناقضين ولا نتوما تاني؟ باسكو والله ماني عارفه، راه تبان لي بلي انا انسانه بيزار وهذه حاجه فريمون شغل. كترت شوية. يا إلهي ما هذا؟ عادي عادي، كل شي في الماكياج يتستف. دائما كي نكون ندير برونزر نجيب هاد البانسو لي لي ديجا كنت تبت به الكريم الاساس تاعي بكريم باودر. فوالا سي بون، ايه ندير شويه 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 للنيف تاعنا. زعما في داك الحليب اللي عندنا اللي في شباب مسلول. هاد الباسو ما راه فيه والو، ما فيه حتى اي بودره، غير شوالا ندير كيما هكا باش ندمج الالوان في الوجه تاعي. فريمون روتين تاعي انا حاجه فريمون سامبل، ماشي كاع زايد على روحي، فريمون حاجه سامبل سامبل سامبل. دوكا غادي ندير البلاش تاعي. شوفوا البلاش دي فوا خطراتش ندير هذا ما فارماسي، ودي فوا ندير هادو زوج الوان راح نوريهم لكم. هادو ديفوا ندير هادو زوج الوان دام هنايا، مي اليوم راح نخلطها راح نديرهم كاع. ندير شويه تاع هايلايتر
اي لاتر ورا مشي هذا مشي هذا هذا هو ندير غير شويه مشي بزاف البنات باسكو انا في حياتي اليوميه ما نبغيش كي نخرج نبان باللي راني مكثره ولا مالغري راني مكثره على بالي بلي راني مكثره مي فوالا قلت لكم انا انسانه متناقضه لا غالب شويه هكا كنت نقول لكم فيها ندير غير شويه غير قد ندير وجه تاعنا يضوا او ماي جاد شعل الشباب يهبل لا شويه هكا كنت نقول لكم ما لازمش نكثر راني نكثر على غالب شعل حلا شباب شوف طنطي نقول لكم شويه على الحلو شعل الشباب هايل هايل فوالا هذا هو الماكياج تاعي فريمون حاجه سامبل فريمون حاجه سامبل دوكا غادي ندير مع لابستيك دي فوا ندير فارماسي ندير لابستيك جاي نيوت وخطراتش ندير هذا من هدى بيوتي اللي جا في الكرونا مي غادي دوكا ندير نيوت باسكو غادي يكون ندير حاجه كرونا في الفيديو راح تجي موش ماشي تجي شابه دير شويه هايلايت تاع الحوايج تاعي راهم شعرين حوايج بي مي اتس اوكي اتس اوكي هو كير هذه هي حياتي اليوميه في حياتك اليوميه با اوبليجي دائما تكوني ملقطه انا وحده من الناس ما نحبش نلقط بزاف نلقط برك على جالي فيديو تامنوا بلي انا في حياتي ما نلقطش جوست باه ندير فيديو نلقط ومانيش نحب نلقط ديجا كاع مانيش حابه نلقط شكون يسالني شوفي كيف مانيش حابه اللقطه سبحان الله هذه وحده من صالح اللي مانيش نحبها في اليوتيوب كي شغل كي كنت نجي هنايا في اليوتيوب نمشي ملقطه كلشي البنات يقعدوا يقولوا لي دي هي راك تحواج بك باش الماكياج يبان شباب سي بون هذا هو الماكياج تاعي اللي نديره في حياتي اليوميه اللي يكون لازم عليا نزرب نخرج من الدار برخف ونديره شوفوا اليوم شوفوا البنات راني حبيت اليوم كشغل نجمع معاكم ندير كشغل صحاباتي راني نحكي معاهم شارك معاكم صوالح في الشخصيه تاعي صوالح في حياتي فوالا هذه هي او ميم طون راني درت لكم الماكياج اللي نديره وانا نكون مقلقه مزروبه باش نخرج من الدار نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم عطوني رايكم البنات اسكو نتوما تحبوني نكون على الطبيعه تاعي تحبوا وقادرين انكم تتقبلوني على الطبيعه تاعي لانه شغل انا هي انا من البدايه اليومين هذا انا هي انا ما خطرش نلقى بزاف بنات يقولوا لي دي هي تبدلتي وفهموا شغل ما تبدلش انا هي انا شغل تبدلت لانه نقرا لي كومونتير يقعدوا يقولوا لي دي هي ما ديريش هادي دي هي ما ديريش هادي نحاول اني نرضي الناس على بيها شغل نسي نبدل شي صالح فيا مي ما قديتش انا لازم عليا لازم على الناس يتقبلوني بالشخصيه تاعي اللي هي هادي اللي هي انسان اللي راهي قدامكم دركا مروبله مزروبه خطرات منظمه خطرات ماشي منظمه فوالا هذه هي انايا راني شاركت معكم شويه من التناقضات تاعي الا راكم حابين ندير لكم فيديو سبيسيال يحكي على التناقضات اللي في الشخصيه تاعي قولوا لي نديرها لكم ما كاش حتى اي مشكله وتحت في التعليقات كتبوا لي شنو هما لا شخصي صوالح اللي متناقضه في الشخصيه تاعك انت باسكو على بالي ما رانيش وحدي المهم ما تنساش دير لايك لهذا الفيديو ما تنساش دير لايك لهذا الفيديو واذا كنت جديده معنا ما كنتيش مشتركه في القناه تاعنا اشتركي في القناه تاعنا باش تشوفي هذه الانسانه المهبوله اللي الناس يكبروا يستعقلوا انا نكبر يزيد فيه بالي
فوالا هذه هي، نحبكم بزاف، تهلاو لي في روحكم. وشوفوا الى هذا الفيديو راني شفت فيه بزاف تعليقات ايجابيه، وان الناس تقبلني كيما انا على طبيعتي على شخصيتي، تتقبلوا كاع انواع الضحكه تاعي باسكو انا عندي ألف ضحكه وضحكه، راني نولي كثر لي فيديو باسكو نولي نحس بالراحه تاعي. بصح علاش الناس قاعده غي كشغل ما يعجبهاش العجب، كشغل ما غاديش نولي راحتي باش ندير بزاف فيديوهات والله. وانا فريمون كشغل عبالكم هذا اليوتيوب حاجه نحبها بزاف، حاجه عزيزه عليا بزاف. المهم نخليكم الف خير وتهلاو في روحكم.